لحظات مرهقة يعيشها الحاج صادق وهو ينتظر دوره للحصول على فرصة لغسيل كليته في مركز الغسيل الكلوي بمستشفى الثورة العام في تعز بعد تكرار توقفه عن خدمة مرضاه بسبب انقطاع التيار الكهربائي. من الصباح أجي نمشي نغسل ما فيش ديزل، كهرباء طافي، وأنا ملآن سوائل ما أناش قادر أقوم ولا أخرج ولا أدخل، تعبان أنا والحقيقة هذيك. احناش قادرين نخرج من القسم، ما فيش غسيل، واكثر الامراض قاعدين برا في الشارع. هذا التوقف يهدد حياة اكثر من 260 مريض يقصدون هذا المركز في مدينة تعز ذات الكثافة السكانية العالية، في ظل عجز السلطات عن وضع حلول جذرية تمنع تكرار هذا التوقف الذي قد يؤدي بحسب المسؤولين عن المركز الى حدوث كارثة انسانية. نحن اليوم في مستشفى الثورة، توقف المركز الطبي الشامخ بكل مكوناته عن تقديم خدماته للمرضى ومنهم مرضى الفشل الكلوي بسبب نفاذ مادة الديزل، وهذا يشكل خطر كبير على حياة المرضى. لدينا أكثر من 88 مريض هذا اليوم يحتاجون إلى الغسيل، ولدينا أكثر من 260 مريض مسجلين لدينا في المركز يحتاجون إلى غسيل. فإذا لم يتم تدخل سريع من محافظ المحافظة بإنقاذ هذا الموقف فإنه سوف يتحمل المسؤول الكاملة. توفير المشتقات النفطية وتزويد مركز الغسيل الكلوي ومستشفى الثورة بالإمدادات الطبية اللازمة هي حلول ومطالب تحد من تكرار هذا التوقف عن العمل، فيما يرى مختصون ضرورة ترك مساحة للمنظمات الدولية للتدخل المستمر وتقديم الدعم اللازم للحفاظ على حياة المرضى. تظل التهديدات قائمة بإغلاق هذا المركز وغيره من المرافق الطبية في مدينة تعز ما لم تتلقى السلطات الصحية الدعم اللوجستي اللازم من جهات التمويل الحكومية أو الدولية. مجد الدين شكري، قناة الحرة، تعز.